Aïcha al-Arna, août 1995. Allah. La shay'a hunalik, la shay'a hunna. الفراغ المليء باحتمالات الكون يمر من موشور الجسد لا شيء هنالك لا شيء هنا كرملة الصحراء سعيدة في مكانها تحت الشمس لا شيء هنالك لا شيء هنا الوردة الأنية تشرق تتأمل ثم تدع بتلاتها تسقط دون العناء دون الحزن ودون ما الغاية ولادتي وموتي متعادلين مع النظير معا كان دائما هنالك أينما وجدت هنا أينما أوجد اللحظة الحاضرة اللحظة التي تجمع الأبد والأزل التي تغلقني لأنطش لأعرف نفسي فيها لأعرف ذاتي بها